بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين المضطهدة الشهيدة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بقية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد أبيها أياماً قليلة لا تستطيع القيام والخروج لما جرى عليها من القوم، وقد تزايد المرض عليها من الضربة والعصرة ما بين الباب والجدار فلازمت الفراش، فدخلت عليها أم سلمة عائدة لها فقالت: كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول الله؟ قالت صلوات الله وسلامه عليها: أصبحت بين كمد وكرب، فقد النبي والظلم الوصي. ودخلنا عليها نساء المهاجرين والأنصار عائدات لها فقلنا: كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ فقالت: أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، شنأتهم بعد إذ عرفتهم، ولففتهم بعد إذ سبرتهم، ورميتهم بعد أن عجمتهم، فقبحا لفلول الحد وخط للرأي وعثور الجد وخوف الفتن وزلل الأهواء، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وهكذا أبدت تنفرها عن حياة الدنيا وكراهتها لذلك المجتمع الذي أعرض عن الحق واتبع الباطل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نبرأ إليك ممن ظلم فاطمة بقول أو بفعل، ومن رضي بذلك إلى يوم القيامة. كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.